الإنسان إذا أراد أن يسير إلى الله سبحانه وتعالى بأي عمل صالح يجب عليه بتطبيق هذه الأركان الثلاثة في العمل، ومنها إيش؟ الخوف. الله سبحانه وتعالى يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بل يقول الله عز وجل عن الخوف منه جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. متى نخاف من الله أبو حسين؟ لما نعرف من هو الله. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الإنسان إذا خاف الله، إذا علم من هو الله، خشي الله جل وعلا. وهناك فرق بين الخوف وبين الخشية. الخوف كلنا نخاف ويخاف الإنسان، ولكن الخشية مصحوبة بعلم من هو الله سبحانه.